السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضرتكم، لقاء جديد ومتجدد دائما مع آيات ومعجزات. مشاهدي الكرام، كما تعودنا دائما هناك آية كريمة ونطلب التعرف على رقم الآية وأيضا اسم السورة التي وردت بها الآية اليوم وسؤال حلقة اليوم، ومقدار جائزته هو 1000 ريال مقدمة من تلفزيون شبابيك. هو قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذه الآية الكريمة وهذه الآية التي تعجب الكثير والكثير فيها قديما ووصلوا الآن إلى تفسير وتبويب وتأويل لها، في أي سورة من سور القرآن الكريم وردت، وما هو رقم الآية، وحول أوجه الإعجاز العددي والرقم في هذه الآية. سعدنا أن نلتقي بحضراتكم والأستاذ الدكتور أحمد عبد الخالق سلامة، أستاذ الرياضيات البحتة ومدير وحدة جودة التعليم العالي بكلية العلوم ببورسعيد جامعة قناة السويس. أستاذ دكتور أحمد عبد الخالق سلامة، تعرف من حضرتك على أوجه الإعجاز العلمي والرياضي والعددي والرقمي في قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. سلم يا رب سلم، يعني يوم القيامة يكون 1000 سنة مما تعدون، الله أعلم. يعني فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن الله أو كلام الله لا نهاية له، لا نهاية لآياته ومعجزاته، لا نهاية له، نعم، لآياته ومعجزاته وكلماته وحروفه، نعم، بل وحركاته وسكناته. نعم. القرآن مملوء بالمعجزات الموجودة والتي لم تكتشف بعد، معجزات، نعم، رياضية. أنا بتكلم، نعم، على ده يعني إعجاز رياضي، ما وصل إليه علم الرياضيات والرياضيات البحتة رياضي. اكتشف الكثير والكثير، لسه بقى لم يتقدم، وما أتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وكلمات الله لا تنفذ أبدا. فالإعجاز الرياضي في هذه الآية إذا نظرنا ودققنا بفكر مستنير وبإيمان صادق مع الله سبحانه وتعالى، لوجدنا هنا إشارة مباشرة إلى العد، نعم، مما تعدون. إشارة مباشرة إلى علاقة التساوي، أنه يوم واحد عند الله التساوي، يوم واحد عند الله يساوي كألف، يساوي 1000 سنة مما، نعم، نعد. نعم. فالقوانين الدنيوية أو النظريات الدنيوية، العد الدنيوي أو القانون الدنيوي، يعني لا نعرف القانون في العالم الآخر أو يوم القيامة إن شاء الله، لكن إذا طبقنا موضوع اليوم أو بالعد بتاعنا أو العد الدنيوي بتاعنا، عاوزين هنتكلم عن حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى اللي هو عشان. معناه عشان فيما معنى الوقت، اليوم بيساوي، يعني اليوم بيساوي 1000 سنة مما تعدون. نعم. الحديث هذا الحديث لكي نتفكر ونتذكر ونتدبر، نريد حساب عمق جهنم بقوانين نيوتن أو قوانين الدنيا، القوانين اللي احنا تعلمناها أو بالقواعد اللي احنا، نعم، درسناها. فقوانين نيوتن طبعا كلنا عارفينها وعارفين نيوتن عمل ايه والكلام ده، لا عايزين نذكرها، عايزين نشوف، ما نذكرها لسنا الحديث شيء. الحديث عشان حديث رسول لما الصحابه صلى الله عليه وسلم، لما الصحابه كانوا قاعدين، كانوا جلوس عند رسول الله، فسمعوا صوت شديد جدا، صوت دوي، قعقع او دوي، قنبله بقى، المهم صوت شديد جدا. هذا الصوت بيسالهم الرسول، بيقول لهم انتوا تعرفوا الصوت ده ايه؟ اتدرون ما هذا الصوت؟ نعم. فقالوا له ما نعرفش، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ ده صوت حجر. ده احنا عايزين نتكلم بقى عن السقوط الحر بتاع نيوتن ده. نعم. ده صوت حجر مشى، بدا او كان على فوهة جهنم، كان الحجر ده موجود على الفوهة بتاع جهنم. ومشى هذا الحجر 70 خريفا، يعني الحجر ده قاعد ماشي 70 سنة، ماشي 70 مسافة، 70 خريفة، وصلنا للمدة، المدة قاعد ماشي مدة 70
70 سنة. 70 خريفا اللي هي 70 سنة. 70 سنة، يبقى احنا كده وصلنا لأول بند من بنود قانون نيوتن. بداية الحركة صفر. إن الحجر موجود على فوات النهر. نعم. يبقى السرعة الابتدائية عندي أو السرعة الابتدائية بيساوي صفر. نعم. مشى مدة زمنية 70 سنة. 70 سنة. نعم. تمام؟ وصل إلى القاع عمل الصوت الشديد ده. نعم. يعني الصوت او الدوي خلاص احنا وصلنا للمده 70 سنه. 70 سنه ايوه. والان استقر في قاع، اصبحت السرعه تاني النهائيه صفر. استقر في فين؟ في قاع في ايه؟ قاع جهنم. في قاع جهنم. احنا نريد مثلا عاوزين بالحسابات بتاعتنا نشوف ازاي العمق ده يجي ازاي. ما مساله أيوة. يعني مساله رياضيه. مساله رياضيه. قانون نيوتن لحساب السرعه ايه يا دكتور؟ او ايوه يعني مثلا دي مساله رياضيه. ايوه. حجر سقط من اعلى مثلا الى اسفل، طبعا بعجله الجاذبيه بتاعتنا. نعم. من اعلى الى اسفل الى القاع، يعني حتى وصل الى القاع. هم ثلاث قوانين نيوتن. لو انت عايز مثلا السرعه او مربع السرعه بيساوي مربع السرعه الابتدائيه زائد او عين بتساوي عين صفر نون. نعم. زائد 2 ج ف ج اللي هي بقى هنسميها عجله الجاذبيه د. ايوه. اللي هو ده الكلام يعني المعروف في الفيزياء ومعروف في والفيزياء. المهم اي قانون او نطبق القانون عشان نجيب المسافه او العمق. ايوه. عشان نجيب المسافه والعمق طبعا هيلزم طبعا السرعه الابتدائيه زي ما قلنا بصفر. صفر. عندي الزمن 70 سنه. تعالى بقى عشان اطبق في هذا القانون عشان اجيبه للثانيه. احول ال 70 سنه الى هو القانون بالثانيه. على اساس العجل الجاذبيه بالثانيه تضرب في كام يا دكتور؟ او بالكيلومتر على الثانيه. اي يعني نضرب السبعين في كام؟ المهم السبعين من ده سبعين خريف او سبعين سنة. احول السبعين سنة لتلتمية خمسة وستين. ايوة. احولها ده الى ايه؟ يوم. الى ايام، الى شهور، الى اسابيع، الى ساعات، الى دقائق، الى ثواني. لا يبقى حضرتك تجهز لنا العملية دي بعد هذا الفاصل دكتور احمد. تجهز لنا العملية وتقول لنا الرقم. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ونعود ونتواصل مع هذه الحلقة ذو الطابع الخاص والتي نسعى فيها للربط بين آية كريمة وحديث نبوي شريف صحيح للتعرف منه على مدى عمق قاع جهنم والعياذ بالله. ولكن سؤال حلقة اليوم ومقدار جائزته 1000 ريال مقدمة من تلفزيون شبابيك هو قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذه الآية الكريمة في أي سورة من سور القرآن الكريم وما هو رقم الآية؟ مشاهدي الكرام تابعونا وفاصل قصير ونعود ونتواصل مرة أخرى. آيات ومعجزات.